يلا يلا تعرفش ازاي ديالو لهم يتحرك ما يتحرش سيبو يتحرك هيك اهو يلا يلا تمام هيك ايه ايه هي ما تعرفش بشعرك بس خلص كده ها يلا يلا شو هذا من غادي لولو انا افتحوا الباب افتحوا الباب افتحوا الباب انت الشيخ مازون نعم انا عريس العروسه جاهزه البكر البتول ليان بولزميت على الاستاذ الباشمهندس الدكتور الطبيب محمد الخاق قول والله يا محمد انتي شعرك حلو انتي شعرك جميل انتي شعرك بني ساعات اسود انت محمد ايه قول ايه الجدعانه يعني ولا وانت ورقصنا جد بس ودلوقتي يا محمد ودلوقتي يا محمد ودلوقتي يا محمد الله يرفعك قولي يا بنت قولي ميت جولد واتس اب كريم والان الى السلطه المخوله مني من الاكاديميه ليا باذن الله ربنا يقدرني كل اسبوع اعمل له بحث انا يعني والله معلش الاسبوع ده الفرح ما كانش محضر يعني جت على دماغي على سهوه واحنا في السطح بس من السلطه المخيله ليا اعلن ليان بلدميت فتاة ومحمد القاق راجل ومتقوم قصادها بقوت مختاري يا حلوة يا زينة يا وردة من جوه جنين يلا 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 ي
هات واحدة للعريس. ولا في وجهك؟ واحد. مين رح يتجوزني؟ مين رح يتجوز أميمة؟ تذكروا إنها أميمة. الكل بحكي لي ما بده. أنا أهو. بصحي لهم. أنا أهو. يلا. الله يمد بالشعر أهو. يلا. خلص عجل. يا زلمة حطيني حتى
حتى باي باي حتى هو بصوا بصراحه اكثر عريس انيق الله يبارك الله يلا خلاص هلا بنروح الله بيصلوا عليه بيصلوا عليه وعلينا وعليه لا لا مش تتبع انا على